يشرفني ويسرني أن أستضيف أستاذنا الفنان تاعنا الكبير محمد العمراوي. أهلا بك سيدي. الله يسلمك أخويا عماد. مرحبا، صح فطورك. مساء الخير لكل اللي رام يشاهدوا فينا عبر الشاشة، ونقول لهم صح فطوركم وصح رمضانكم. الله يسلمك، الله يسلمك سي محمد. أنت عند ليب الأغنية العاطفية الشعبية، مرحبا بك معنا. وأنا حبيت نستضيف معك أيضا أستاذنا السيد حكم عبد الرحمن. مرحبا بك، تفضل معنا أستاذ. أستاذ حكم عبد الرحمن رايح ينضم لنا. سي محمد العمراوي، أنت يعني احنا نعرفوا عليك أنك أول من قبت بربما ثنائي رجالي في الأغنية الشعبية في الجزائر. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن، تفضل. مرحبا بك، صحة فطورك، رمضان مبارك. مرحبا أستاذ، مرحبا. مرحبا بك عبد الرحمن، تفضل أستاذ، تفضل. أستاذ عبد الرحمن مرحبا بك معنا، صحة فطورك، رمضان مبارك. شكرا كثير، وشكرا على هذه الاستضافة وعلى هذا البرنامج الجميل الحلو. الله يسلمك. الرائع اللي في وقته تماما. يعني اللي هو شعبنا بحاجة كبيرة جدا إلى هذا التضامن. أكيد أكيد. استمتعت بالنجوم اللي مروا علينا في وطننا العربي؟ طبعا طبعا طبعا. هذا فن متكامل، هذه يعني هذا الفن ما في حدود، تاخذوا ما فيش ما من لأن الجزائر لفلسطين للوطن العربي ككل. يلا انا حبيت نعرفك بالاستاذ محمد العمراوي. هو عندليب، احنا نلقبوه بعندليب الاغنيه العاطفيه الشعبيه، وهو ربما من الاوائل اللي كانوا قاموا بثنائي رجالي مع الفنان النجم المرحوم كمال مسعودي. كمال مسعودي الله يرحمه. انت سمع له كمال مسعودي؟ طبعا اكيد طبعاً، معروف. اكيد. تفضل تفضل. كل حل يعني هذا اللقب اعطوني، سموني بعندليب الاغنيه العاطفيه الشعبيه الجزائريه سيدي. يعني وكما قال الاخ عماد، يعني كان لي شرف باش نعمل اول ثنائي رجال في الجزائر، وكان مع صديقي واخي المرحوم كمال مسعودي ربي يرحمه. ربي يرحمه ويسع عليه وربي يرحم كل الفنانين. وكانت باغنيه تخليها تعمل ما بغات، اللي معروفه يعني عند الجمهور الجزائري يعني بصفه عامه. الكلمات هي لمن؟ كلمة الصديق ياسين عابد، صديق أخي ياسين عابد. يعني اللي كتب كثير من الأغاني. والتلحين لكمال مسعودي يعني كان تلحين مشترك، يعني مشترك. وكنت يعني عملت له أعمال بزاف معاه، يعني كنت يعني توسكي أرانجمون ميوزيكال، لا جيتار ساش، أرباج الجيتار، الهارموني، يعني أنا كنت ندير له هذوك. يعني كنت تعملوا كثير مع يعطيك الصحة الفنان تاعنا المرحوم كمال مسعودي. أنت أني أغنية اللي تحبها الفنان كمال مسعودي؟ والله أنا العفو، في أغنية غناها قبل ما يعني توفى يمكن بفترة صغيرة، بس راح لي الاسم نسيت. يحسرى عليك يا الدنيا، يحسرى عليك يا الدنيا. هي أغنية عالمية عالمية عالمية، يعني من أجمل الأغاني اللي وكانت ترجمت بعدة لغات. يحسرى عليك يا الدنيا. نعم نعم نعم، ترجمت لعدة لغات. جميلة جميلة، أغنية جميلة. نعم. يلا أنا حبيت نعرف منك أستاذ حكم عبد الرحمن التقارب الفني، بما أنك أنت مقيم هنا. نعم. في الجزائر. نعم. من الجالية الفلسطينية. أنا حبيت نعرف التقارب الفني والثقافي بين الشعبين وبين البلدين. أخ عماد، يعني إحنا الآن شفنا في البلاتو هنا يعني شيء أمامنا مر في اللي رقصوا في البداية على الحوزي. يعني خلينا أتكلم عن لبس الرجال. أنا ما لاحظ أنه السروال إحنا مسميه شروال، هنا أبيض عنا أسود، إحنا عنا أبيض أيضا. السدارية هذه موجودة، ربما هنا داروا الشاشية مثلا الحمراء، احنا بديروا الحطة. في يعني بتلاحظ انه ما هوش شيء بعيد، اختلاف ما فيش يعني بعيد عن بعض، رغم ربما اختلاف في الطرز، في الحبكة اختلاف، لكن ربما اختلاف في اللون، في حتى لا احنا عندنا الشروال الابيض موجود، الابيض يعني موجود عندنا الاسود والابيض على حسب المناسبة. يعني شوف ايضا بتحس حتى الايقاعات المقامات. يعني احنا عندنا مثلا في فلسطين اهم يعني الطبوع حتى اللي يغنى عليها
هي البياتي والرازد والسيكا اللي كثير. استاذ محمد، احنا السيكا كيفاش نسموها؟ لباز تاعنا سي الاغنيه الاندلسيه هنا في الجزائر، هي الاساس بين الطبوع الاندلسيه والطبوع الشرقيه، يعني يتقاربوا. كما سيكا هما يسموها الكردي في الشرقي، احنا نسموها سيكا. هما السيكا ديالهم عندهم سيكا، السيكا هي في ربع المقام هما يخدموها، احنا ما نخدموش في ربع المقام. كاين بار اكزومبل النهاونت، في النهاونت احنا نسموه سحلي. عندنا ربع المقام يعني في في في, في طبوع جزائريه، مثلا في في واد سوف يعملوا بزاف ربع المقام، في في يعني في في الاغنيه القبائليه ثاني. يخدموا بزاف، نخدموا بزاف ربع المقام في في الاغنيه الصحراويه. عطينا مثال هكا على الصابا، لو اغنيه صابا مناعي، كما المناعي، كما المناعي نسيوا على كل حال. عطينا سي محمد نسيوا. والله انا يا والله يا ويا غني يا بالضبط، ما نحسبك خوان يا ويا غني يا ما نحسبك خوان. والله انا رانا شوف يعني عماد، سمعت المقام سكابا يا دموع العين، يعني شفت تقارب بين صباح هو نفسه نفسه نفس المقام، هو مختلف رقم واحد. جميل جدا. يلا الاستاذ محمد، والاغنيه اللي حاب تاديها لنا اليوم؟ على كل حال انا رانا دائما نديرو جديد، سي نورمال، طلب من الجمهور تاعنا، ولازم الفنان يعني يقول لك جديد حبه والقديم ما تفرط فيه. انا يعني عندي راني عندي تقريب كل شهر باغ اكزومبل ندير اغنيه جديده، عندي اغاني جديده كثيره اللي راني نديرهم عبر المواقع الاجتماعيه. وما بينهم هذه الاغنيه اللي جبت لكم اليوم، اغنيه هاديه، اغنيه جديده وقديمه في نفس الوقت. كيفاش جديده؟ في الكلمات وقديمه في الالحان. صح، لانه علاش يعني الكلمات تعاودت، كلمات جدد جدد، كلمات جدد ما تغنمش يعني. انا اول مره راح نغنيهم. والتلحين؟ التلحين انا درت لهم موسيقى يعني جديده، لكن الموضوع هذاك تاع الكلمات قولا وهو هي الزمان، نحكي على الزمان، او هو هي زمان تلفت لي الرابعه من السبوع، عمرت لي قلبي بالمحان، ذاق القلب وذيقه الضلوع، كل ما نقول طريق رهبان تسبقني وتضرب بالقطوع، نتبسم خطره في الزمان وتمسح لي البسمه بالدموع. الكلمات لصديقي واخي ياسين وعبد، اكيد تحيه لي. انا كي نحكي على زمان قلت علاش ما نديرش موسيقى تاعنا في الجزائر اللي معروفين يعني، باش نتفكروا زمان يعني بالكلمات. صحيح. وبالالحان. يلا استاذ متعنا وطرب هاي الاستاذ الاله وتفضل وصلاتك. انا شوف ايوه سبوع تلفت لي الرابعة من السبوع، عمرت لي قلبي بالمحان، ذاق القلب وذيقه الضلوع، عمرت لي قلبي بالمحان، ذاق القلب وذيقه الضلوع، كل ما نقول طريق راهبان تسبقني وتضرب القطوع،
كل ما نقول تريق راه بان تسبقني وتضرب بالقطوع تبسم خطرة في الزمان وتمسح لي البسمة بالدموع تبسم خطرة في الزمان وتمسح لي البسمة بالدموع سهم البرق كنت صغير وصغر ما يدوم زمان الشمس الدفا والشرق القمر رم والناس بالنجوم بدلت المية بالنفق ورد الجنان سقيت وسموم وعديت شجار من الورق وطلست الفرحة بالحموم أوا هوا أوا هوا يا زمان شكي زمان عاد الخوم عخاوتو غريب قساح والقلوب اللي كانوا حنان خبضني ومن حبو يخيب شاب الرأس وراب والسنان كيف اللي عنده القلب ما يطيب خلط الصيفات والالوان ما عرف وين المريض من الطبيب هوا 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 يا زمان تلفت لي الرابعة من السبوع تلفت لي الرابعة من السبوع عمرت لي قلبي بالمحان ذاق القلب وذيك الضلوع عمرت لي قلبي بالمحان ذاق القلب وذيك الضلوع كل ما نقول طريق راه بان تسبقني وتضرب بالقطوع كل ما نقول طريق راه بان تسبقني وتضرب بالقطوع تبسم خطرة في الزمان وتمسح لي البسمة بالدموع تبسم خطرة في الزمان وتمسح لي البسمة بالدموع يا سيلني على الزمن غير هنيني تعاديت معه وكان من حقين عاديه جراني بحيلته وكعييت رماني وحلفت بالله كي مرماني نرميه زمان زمان كان زمان زماني اليوم زمان دارت بدل ماليه عطيت له الدنيا وقلت له بركاني خليت له جرحي بالاك يداويه هوا 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 يا زمان طريح حتى يتخاوو نرسم البسمة والدمعة في خدي أتبرك نرضي القلوب اللي قساو وبديت في اليام نسيب روحي وحدي أحباب البارح راحوا خلاص نساو عود الزمن جري ماهوش كي عودي الزوال كبر وصفاحي هرشاو هوا 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 يا الزمن تلف لي الرابعة من السبوع تلفت لي الرابعة من السبوع عمرت لي قلبي بالمحان ذاق القلب وذيك الضلوع عمرت لي قلبي بالمحان ذاق القلب وذيك الضلوع كل ما نقول طريق راه بان تسبقني وتضرب القطوع كل ما نقول طريق راه بان تسبقني وتضرب بالقطوع تبسم خطرة في الزمان وتمسح لي البسمة بالدموع تبسم خطرة في الزمان وتمسح لي البسمة بالدموع مسلح بصغري وشايف الدنيا بعقلي تصغر إذا حبس نحبس وإذا جرى نجري تاكل اللحب بما نخافش كي نعثر وبدات ياما تبيض في شعري وبدا سلاح يرشى وصهر يتبحر الحبيب والعدو يقطع في ظهري نصعب الضربة وإذا جت في الظهر هوا 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 هي الزمان ورمتني في الهم اللي راني
فيه يسلم ويعنق في بان يحبني واللي في قلبه ربي يعلم به قهرتني الدنيا بالصح علمتني قبل ما انا من عبد نميز في عينيه يجرب المحنة بودي يفهمني واللي ما جرب ما كان نوم عليه هواه يا الزمان تلفت لي رابعه من السبوع تلفت لي رابعه من السبوع عمرت لي قلبي بالمحال ذاق القلب ولي فوق الضلوع عمرت لي قلبي بالمحال ذاق القلب ولي فوق الضلوع كل ما نقول طريق راه بان سبقني وتضرب القطوع كل ما نقول طريق راه بان سبقني وتضرب القطوع تبسم خطرة في الزمان وتمسح لي البسمة بالدموع انت بسم خطرة في الزمان وتمسح لي البسمة بالدموع الله الله عليك الله الله عليك يعطيك الصحة سي محمد مرحبا عاود تفضل معنا أستاذ وش رأيك في الطبع الزيدان تاعنا زيدان احنا الحجاز والأستاذ أيضا انت عندك زجل لك حيب تقوله ويتكلم على وش والله أنا بهذه المناسبة الحقيقة وفي الوضع يعني اللي بمر في شعبنا الفلسطيني في هذه الأيام العصيبة و الموقف الحقيقة في الجزائر المتضامن مع شعبنا الفلسطيني فيعني كتبت قطعة زجلية صغيرة حاولت يعني فيها أن أجسد هذه العلاقة الروحية العميقة بين الشعبين يعني أنا مثلا بنزل إلى الشارع وبسمع الإخوة في الجزائر الشاهي صرف الأقصى علي عميم علي عمام على عميم على عمام رفرف يا طير الحمام واحمل من شعبي المقدام للأوراس أغلى سلام صرخة ترددها الملايين في الشوارع والميادين تغردها طيور المقنين في الروابي والبساتين جزائر يا نور العين وروحي هي فلسطين في السماء شايف على مين في السماء شايف على مين عم بيرفوا على الجنبين الأول أحمر واخضر وأبيض من لون الياسمين والثاني أحمر واخضر أبيض واسود يسبي العين فجر الثورة يا سمعين شعشع نوره بتاريخين فجر الثورة يا سمعين شعشع نوره بتاريخين زمن الفارق بين الاثنين كان شهرين وعشر سنين نوفمبر 54 ويناير 65 ما بننسى العربي ومراد وابو عمار وابو اياد وعميروش بالوزداد وشيخ ياسين ودي حداد والشهداء صنعوا الأمجاد في الجزائر وفلسطين من الأوراس والبيبان للجليل وعسقلان ومن عنابة ومن وهران للخليل ولبسان سجلوا دون يا زمان سجلوا دون يا زمان شعب واحد لا شعبين الله الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك شكرا أستاذ شكرا يعطيك الصحة بارك الله فيك يعني هذه أنت كاتبها نعم وعندها قديمة شوية ولا تقريبا بالفترة الأخيرة يعني هي الكتبات هذا الزجل بيكون مع الموسيقى يعني في له وزن على عميم على عمام يغنوا نفس الكلام لكن بالغناء خليك أنا يعني تحضر نفسك حتى شكرا كثير شكرا أستاذ شكرا, شكرا لك سي محمد أنت إحنا كنا نسمعه في الزجل هذا وإحنا نعرفه أنه عندنا في تراثنا وفي الأغنية الأندلسية نوع من الزجل هل هو نفسه اللي على كل حال ماشي كيف كيف يعني ما يتقارب ولكن الزجل يتقارب هو شعر عندنا في الاغنيه الزجل في الاغنيه الاندلسيه وهما سي نورمال عندهم الزجل في
يعني في الطابع الفلسطيني ديالهم يعني هذا الشيء يدل باللي يعني شوف التقارب اللي كاين بين الشعبين يعني بين الشعبين. وحنا على كل حال احنا ايضا الاغنيه دائما متضامنين يعني مع فلسطين يعني أكيد. هذه حاجه يعني ما فيهاش يعني الجزائر من زمان يعني هذا واش نقول لهم انا الفنانين الفلسطينيين يعني هذه راهي رساله كبيره عندهم لانه الفنان عنده دور كبير يعني في كما كنا احنا في الثوره تاعنا يعني كانوا فنانين كبار تاعنا اللي كانوا تابعين لجبهه التحرير الوطني أكيد. اللي يعني خرجوا الثوره يعني برا من الجزائر أكيد. وسمعوا صوت الجزائر يعني لازم عليهم باش يعني يكون عندهم هذا يعني هذا الدور يعني الدور يعني كبير اللي عندهم لتحرير ان شاء الله فلسطين وباش تكون القدس عاصمه ان شاء الله ان شاء الله هذا هو امنيتنا احنا كجزائريين كلنا في نصرة القضايا العادله. مشاهدينا ايضا في الجزائر عندنا كثير من الاغاني وكثير من المطربين اللي غناوا فلسطين. والاستاذ محمد العمراوي ايضا جابنا مفاجاه اليوم. وش هي المفاجاه اخي عبد الرحمن؟ هذه اغنيه نقدر نقول رجعت من التراث الجزائري لان الاغنيه هي اغنيه واسمها فلسطين. أيوة. يعني معروفه تقريبا تغنت من كثير من الفنانين هنا عندنا في الجزائر وهذه الاغنيه من كلمات والحان يعني مجاهد كان مجاهد في الثوره الجزائريه شيخنا محمد الباجي اللي معروف اغانيه يعني اغاني بزاف من الاغاني اللي كانت يعني عملت نجاح كبير. والاغنيه هذه فلسطين وانا اخترت باش يعني نديرها في طبع محمد العمراوي يعني انا معروف باله الجيتارة. يلا انا شوقتني باش نسمع الاغنيه هذه. شوقنا جميعا يلا نسمعوا مشاهدينا الكرام اغنيه فلسطين اللي من اداء المطرب النجم تاعنا محمد العمراوي. تفضل. نهديلك روحي ومالي نحلف لك بمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي رب العالمين يا يعلم كلالي وش بالك حرين يا يعلم كلالي يا أرض صالح الدين يا يعلم كلالي يا أرض فلسطين. الله أكبر على ظلم العديان لابد من الحق يتنصر والنور عليه يبان قد ما يدوم الظلم يتكسر بجهك يا رحمن يبقى ساقط وما ينجبر معمي من العينين معك يا فلسطين. فلسطين الثورية سلاحها الإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان احناهم اصحاب التضحية من خفوا عديان في سبيل الله والحرية احنا مجاهدين معك يا فلسطين. نهدي لك روحي ومالي نحلف لك بمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي رب العالمين يا يعلمك إلالي وش بالك حرين يا يعلمك إلالي يا أرض صلاح الدين يا يعلمك إلالي يا أرض فلسطين. نحن معك شرقي وغربي كلنا في دار نتكلم من صميم قلبي لن تأخر أبدا نعهدك بربي يا حربي وبدم الشهداء في الكفاح وطني وشعبي ومسبلين معك يا فلسطين. كل يوم الشمس تطلع واللي يعيش يشوف العربي أبدا ما يخضع وعدونا مكشوف
الحرية في فم المدفع تاريخنا معروف شكون هو اللي عمره ما سمع بصلاح الدين معك يا فلسطين نهدي لك روحي ومالي نحلف لك بيمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي ربي العالمين يا يعلمك إلالي وجبالك حرين يا يعلمك إلالي يا أرض صلاح الدين يا يعلمك إلالي يا أرض فلسطين. الله 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 يعطيك صحة سي محمد أستاذنا النجم تاعنا بارك الله فيك. وش رأيك في الأداء؟ أستاذنا أستاذ لكن حتى الكلمات والكلمات كلمات الراية الراية اللي تكلم حتى التاريخ وأنا شفتك متأثر بالكلمات. أستاذ محمد أعطينا كلمة أخيرة لجمهورك اللي يحبك. لكل حال نقول لهم يعني صحة رمضانكم وربي إن شاء الله يرجع رمضان هذا علينا بالهنا والخير. والكلمة اللي نقولها لإخواننا الفلسطينيين اللي رام يشاهدوا فينا نقول لهم ربي معكم لازم تكونوا للأمام يعني ويعني الاستقلال إن شاء الله يكون إن شاء الله إن شاء الله. يعطيك الصحة أستاذ محمد. سي أستاذنا حكم عبد الرحمن أعطينا رسالتك لجمهورنا وإخواتنا في فلسطين. والله أنا بقول إحنا قضيتنا قضية عادلة والحق إحنا عندنا مثل بيقول الحق عمره ما بيضيع. إن شاء الله رمضان القادم بإذن الله هذا الإكيب من التلفزيون اللي دار إن شاء الله بالقدس يعدلنا هذه الحصة إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام وصلنا لختام هذا العدد من برنامج وطني العربي. نهدي لك روحي ومالي نحلف لك بيمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي ربي العالمين يا يعلمك إلالي وشبالك حرين يا يعلمك إلالي يا أرض صالح الدين يا يعلمك إلالي يا أرض فلسطين. على ظلم العديان لابد من الحق يتنصر والنور عليه يبان قد ما يدوم الظلم يتكسر بجهك يا رحمن يبقى ساقط وما ينجبر مع مين من العينين معك يا فلسطين.